يا احبائي المتابعين، نحن الان في منتزه البحيره ويقال لها اسطنبول. وهذا المكان الجميل السياحي الرائع جدا ما شاء الله، بالمنظر المياه والخضره والجبال، يعني مكان يرد الروح بوصفنا العام كما يقولون. وهذا المكان الجميل يعني شرق السد مباشرة، شرق السد اللي ما يعرف، احنا الآن نوضح للناس علشان يجون اللي يبغى يتنفس ويمتع أسرته ويمشي أسرته ويأخذ له غدا أو يجي في العصر يكشت هنا. ما هو المكان يعني يرد الروح صراحة. عندنا أماكن سياحية في منطقة جازان، والله ما شاء الله تبارك الله والحمد لله، هذا من فضل الله علينا. وقناة أفندي جازان التي دائما تنقل لكم الأشياء الجميلة والمناظر والمحلات السياحية، دائما تسعى بكل ما تستطيع أن توصل لكم هذه المناظر حتى الإنسان لا يتوه ويذهب بعيدا. وعندنا موجود في منطقتنا وفي بلادنا وفي وطننا أماكن سياحية تستحق أنك تضيع وقتك فيها. صح، أما اللي برا مع هذه الأمراض والكورونا والبلاوي من شبه أبوه أكثر في بلدك تستمع لك أكثر تستمع عين لهذا المكان الجميلة. تجي أنت وأولادك في أي وقت، في الصباح، في العصر، في الظهر، نحن الظهر الآن والجو ما هو يرد الروح ما شاء الله تبارك الله. واحنا بسلم ما نبغى نقول الكاميرا على الناس اللي تحت الاشجار طباخه ومبسوطين وفرحانين ومستمتعين، فالحمد لله. نسال الله ان يتم علينا هذه النعم في هذا الوطن الغالي ويحفظنا واياكم، وسامحونا اذا طولنا عليكم. ولا تنسونا من الاشتراك واللايك في القناه علشان دائما نجيب لكم كل جديد، ونسافر لكم في أي منطقة فيها محل سياحي جميل نقول لكم. والله يحفظكم، محبكم أبو مطران.